نشرة والأخبار، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. وزير العدل حافظ الأختام يؤكد أن الحركة الأخيرة في سلك القضاء تستجيب لاحتياجات تحسين أداء مرفق العدالة والطرق الحديثة لتسييره لدى إشرافه على مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر. تكوين عسكري وعلمي نوعي واحترافية عالية تجلت خلال مراسم تخرج الدفعات الجديدة من المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس والمدرسة العليا للدرك الوطني. تسليم 282 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس بنز من قبل الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل برويبة لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة. مخبر والتحاليل الطبية بالمؤسسة الاستشفائية ببشار يتدعم بطاقم طبي متخصص، وعبر الوطن مبادرات تضامنية وحملات للتحسيس والتوعية. أهلا بكم من جديد. في إطار الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في سلك رؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي على مراسم تنصيب مختار بوشريط رئيسا لمجلس قضاء الجزائر. زغماتي أكد أن الحركة الأخيرة اعتمدت على معايير الموضوعية والكفاءة بما يستجيب لاحتياجات تحسين أداء مرفق العدالة والطرق الحديثة لتسييره. نصرة تومي. أكد وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي على الدور الأساسي لرؤساء المجالس والنواب العامين والتزامهم الصارم بأخلاقية المهنة واعتماد الشفافية في أداء مهامهم، مبرزا المعايير المعتمدة في الحركة الأخيرة التي مست سلك رؤساء الجهات القضائية والتي ترتكز على التجربة المهنية بكل ثقة واقتدار. هذه الحركة أولت عناية فائقة لخصال الاستقامة والتجرد والحياد والاستقلالية، وقد كان جديرا بهذه الثقة الذين سلكوا سلوك القاضي النزيه الحر الوفي لمبادئ العدالة. إن هذه الحركة ليست كسابقتها، ويتجلى ذلك أيضا من خلال أهدافها التي تندرج في إطار أهداف السلطات العليا للبلاد لجعل القضاء الملجأ الأخير الآمن يستعين به المواطن عندما تشتد به الخطوب ويتقوى به الضعيف عندما يستضعف، دون أن ننسى أنه المؤسسة الفضلى لحماية المجتمع من الآفات المستهترة بقيمه والمهددة لأمنه ومؤسسته. وبالمناسبة كشف وزير العدل عن التحضير لمشروع قانون لمحاربة ظاهرة وصفها بالغريبة عن المجتمع الجزائري. نلاحظ ظاهرة أخرى غريبة عن مجتمعنا كل الغرابة، إنها ظاهرة عصابات أو مجموعات الأشخاص المتحاربة فيما بينها باستعمال الأسلحة البيضاء من كل الأنواع ومنها السيوف. وليس بخفي على أحد ما لهذا السلوك من أثر في ترويع الآمنين وخلق جو انعدام الأمن في الأحياء ليلا ونهارا. وإدراكا لما لهذه الظاهرة من مخاطر، فقد أمر السيد رئيس الجمهورية بإعداد مشروع قانون لردعها، وهو حاليا في مرحلة الصياغة النهائية. وزير العدل دعا رجال القضاء إلى الالتزام باليقظة لوضع حد لمن وصفهم بذوي النوايا السيئة الذين يتربصون ببلادنا من خلال استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة وحرمة الأشخاص ومؤسسات الدولة. وزير العدل ثمن أيضا بالمقابل جهود القضاء في تقريب الإدارة من المواطن من خلال العصرنة والتحكم الجاد في تكنولوجيات الإعلام والاتصال سيما في ظل جائحة كورونا، معلنا عن تطبيق معلوماتية وأرضية إلكترونية جديدة للتبليغ وتلقي ما يثبت الاستلام. ودائما في إطار هذه الحركة، أشرف اليوم محمد الصالح سلطاني رئيس قسم لدى المحكمة العليا ممثلا لوزير العدل على مراسم تنصيب عبد القادر بالعطرة نائبا عاما لمجلس قضاء ورقلة، وطالب محمد بن بوزيد رئيسا للمجلس القضائي.
في إطار مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية وبإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية، تم اليوم برويبة تسليم 282 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس بنز من قبل الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل برويبة لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة. من العبديش. وفق استراتيجية ورؤية بعيدة، تواصل الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل برويبة فرض اسمها في السوق الجزائرية، حيث سلمت الشركة 282 شاحنة متعددة المهام لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة. تمكنا اليوم من تسليم 282 شاحنة، من بينها 221 شاحنة للمديرية المركزية للعتاد لديسيام تابعة لوزارة الدفاع الوطني، 22 شاحنة لصالح المؤسسة العمومية ويرجيا زاكار، 21 شاحنة لصالح المؤسسة العمومية كوسيدار كاناليزاسون. المديرية المركزية للعتاد بصفتها الهيئة المسؤولة على تسيير واقتناء العتاد بوزارة الدفاع الوطني شرعت اليوم باستلام حصة مكونة من 221 شاحنة من مختلف الأنواع، منها شاحنات لنقل الجند وشاحنات للإخلاء الطبي. وطبقا للمخطط الوطني الرامي لترقية المنتوج الوطني وتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الوطنية، علامات جديدة ستطرح قريبا وفروع جهوية ستنصب في الأشهر القليلة القادمة. نفتخر بإبلاغكم حصريا بإطلاق عملية إنتاج شاحنات مرسيدس بنز الجديدة عن قريب. عدد المنتجات المصنعة لعلامة مرسيدس بنز من طرف صاب الام بي في تزايد مستمر، وهذا ما يدفعنا لإنشاء شبكة توزيع لتلبية طلبات زبائننا والتقرب منهم عن طريق فتح فروع جهوية في 6 ولايات في المرحلة الأولى. هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعملية تسليم سابقة والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف وفي الآجال المحددة. مواصلة لعملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج، حل مساء أمس بمطار أجمار بالوادي نحو 100 رعية جزائرية كانوا عالقين بالسنغال وموريتانيا عبر رحلة للخطوط الجوية الجزائرية. سمية مزوار. أزيد من 100 مواطن عالق بموريتانيا والسنغال حطوا رحالهم بأرض الوطن بمطار قمار بالوادي. وصول هذه الرحلة تم ضمن عملية إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن بسبب الجائحة. العملية جرت باحترام تام للبروتوكول الصحي المعمول به تحت إشراف المصالح المعنية. نشكر السلطات المعنية بالإجلاء الالتفات هذه لبحثنا طيارات وجابونا، والعاقبة إن شاء الله اللي مازالوا خاوتنا اللي راهم عالقين العاقبة اليوم إن شاء الله. الحمد لله اللي ولينا لبلادنا الحمد لله. الفريق اللي كان لي فواياجور كانوا معلقين يعني فماك جات شوية متأخرة من مبادرة مليحة. ريميرسيمون يرجع لي زوتوريتي الجيريان بيان سور. الله يجازيهم خير، مشى معانا القنصل ومشاو للصيف ودعونا. اليوم الحمد لله اللي رانا الان على ارض الوطن بعد حاصلين في داكار سنغال لمده 5 اشهر. لذا وصولهم خضع العائدون للاجراءات الجمركيه واستعاده امتعاتهم بطريقه سلسه ومنظمه، وعلى اثرها تم نقلهم على متن حافلات نحو مؤسسات فندقيه مخصصه لقضاء فتره الحجر الصحي. كل الامور مهيئه، الطاقم الطبي، السلطات المحليه والامنيه في استقبالهم، وفرنا لهم الحافلات لنقلهم إلى الفنادق. إن شاء الله نتمنى لهم إقامة مريحة. تدابير وقائية هامة تواكب عملية استقبال الوافدين الجزائريين تهدف للإطمئنان على وضعهم الصحي من أجل منع تفشي الوباء وحتى يلتحق هؤلاء بذويهم سالمين.
أشرف اليوم العميد جواسمية نور الدين بالمدرسة العليا للدرك الوطني على مراسم حفل تخرج دفعات لضباط الدرك الوطني. الدفعات المتخرجة حملت اسم الشهيد البطل فكاني يحيى نيروز محمد. استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش العميد جواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني لمختلف التشكيلات المتخرجة. إصراركم الشديد وعزيمة هذه الدفعات ضمت ضباطا أنهوا تكوينهم بنجاح، من ضمنهم ضابطات وضباط وافدون من دول شقيقة وصديقة. قائد المدرسة وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد ضرورة التحلي بالأخلاق والقيم العسكرية النبيلة. أيها الضباط المتخرجون، أهنئكم بهذا الفوز الذي يعتبر الخطوة الأولى في مشواركم المهني، وإنكم مدعوون للعمل بكل إخلاص وتفاني والسهر على رفع مستوى الأداء المهني للمصانع والوحدات الفرعية التي ستشرفون عليها كقادة أو كمرؤوسين. وأوصيكم بالتحلي بالإخلاق والقيم المشرفة ومحاربة كل أشكال الجريمة ومظاهر الفساد في المجتمع والخضوع للقانون وحده والتحلي بالضمير المهني. إنكم بهذا وبدون شك ستساهمون في وضع بصماتكم لتحقيق الهدف الذي ننشده جميعا، ألا وهو أمن واستقرار الوطن، فتكونون بهذا أهل الانتماء لهذه المؤسسة العريقة وخير خلف لخير سلف. أن أحترم القوانين والنظم، أن أحترم القوانين والنظم، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أكون صالحا في سلوكي، وأن أصون المصالح لرياء الأمة في كل الظروف، في كل الظروف. وبعد تأدية القسم تم تسليم الشهادات وتقليد الرتب. راي محمد خالد عمر عبدي طرد السخير الأركان ترك وطني. ليتم بعدها تسليم العلم للدفعة الموالية. هذا علمنا، هذا أمانة في عناقكم، فاحفظوا الأمانة، وصلوا الوداع ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. وبعد موافقة قائد الدرك تمت تسمية الدفعة باسم الشهيد البطل فكاني يحيى الذي سقط شهيدا سنة 1958. حفل التخرج تضمن أيضا استعراضا عسكريا أبدى فيه الضباط المتخرجون تحكما وانسجاما كبيرين يعكسان مستوى التدريب. وفي الختام تم تكريم عائلة الشهيد فكاني يحيى. كما أشرف اليوم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء محمد قايدي بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس على مراسم حفل تخرج الدفعة 19 للطلبة الضباط العاملين. الدفعة المتخرجة حملت اسم الشهيد حميسي عمر نادي علمي. مراسيم حفل تخرج الدفعة 19 للطلبة الضباط العاملين بدأت بتفتيش التشكيلات المنتظمة بساحة العلم من قبل رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء محمد قايدي. بعدها ألقى المدير العام للمدرسة كلمة أبرز فيها المحاور الكبرى للتكوين النوعي والمعارف العلمية والعسكرية التي تلقاها الطلبة المتكونون بهذه المدرسة. أيها المتخرجون، ها أنتم اليوم تجنون ثمار جهودكم وتحصدون النجاح بعد 3 سنوات طبعتها روح الانضباط والمثابرة والجدية، شغوفين لمواصلة تكوينكم في مختلف المدارس العسكرية العليا، فكونوا في مستوى الآمال المعلقة فيكم بالتحلي بالسلوك القويم والأخلاق الفاضلة والانضباط لا مشروط والوفاء لا محدود، فخورين بجيشكم الوطني الشعبي. وبعد أداء القسم تم تسليم الشهادات للطلبة المتفوقين.
شكلته مراسيم تسليم واستلام العلم الوطني بين الدفعة المتخرجة والموالية. هذا علم مدرستنا، نضعه أمانة في أعناقكم، فاحفظوا الأمانة وصونوا الوديعة ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. ليتقدم بعد ذلك الطالب متفوق الدفعة طالباً الموافقة على تسميتها باسم الشهيد حميسي عمر. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا. موافقة. وبعد موافقة اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، استمر حفل التخرج بعرض للحركات الجماعية. كان متبوعاً باستعراض عسكري قدمه الطلبة المتخرجون، تميز بالدقة والانسجام الكاملين. وبالموازاة نظم معرض علمي جاء ثرياً بالعناوين العلمية والتجارب التكنولوجية التي تعكس مستوى التكوين الذي تلقاه الطلبة المتخرجون بهذه المدرسة. مراسيم حفل التخرج اختتمت بتكريم عائلة الشهيد عمر حميسي التي تشرفت الدفعة المتخرجة بحمل اسمه. إلى تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، حيث عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار مستجدات الوضع الصحي في البلاد بالمؤشرات والأرقام. 92 حالة جديدة، 372 حالة استشفاء جديدة، 343 حالة تمثلت للشفاء، 49 حالة في العناية المركزة و10 وفيات. مع تسجيل 492 حالة جديدة يصبح المعدل في خلال 24 ساعة كما يلي: 1.1 حالة لكل 100 ألف نسمة، علما أن 27 ولاية سجلت أقل من 10 حالات و21 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا 10 وفيات في خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. أما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء في 24 ساعة الأخيرة، عددهم وصل إلى 372 خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة، عددهم في زيادة بحيث وصل اليوم إلى 25263، منهم 343 حالة تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، أن حالياً 49 حالة في العناية المركزة. في إطار جهود مكافحة كوفيد 19، تدعم قطاع الصحة بولاية بشار بمخبر للتحاليل مزود بجهاز للكشف السريع PCR وأطباء مختصين للتكفل الأمثل بالمصابين بالفيروس. من بشار مع مينا العرج. من أجل محاصرة وباء كورونا، قطاع الصحة بولاية بشار يدعم مخبر التحاليل PCR بأطباء مختصين جدد التحقوا مؤخرا لسد النقص الطارئ على مستوى المخبر. احنا عندنا 3 وحدات كوفيد، كان في بشار، كان عبادلة وبني عباس، لي بريليفمون يديروه مع المستوى المؤسسات الصحية. كان عندنا 3 أطباء أخصائيين جدد في المناعة وفي الليموبيو والجينيتيك، وعندنا طبيبين أخصائيين راح يلتحقوا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. الأطقم الطبية الجديدة تعمل بنظام المداومة من أجل تقديم تحاليل يومية. وزارة دعمت مديرية الصحة بأطباء جدد لمواصلة العمل في المخبر. احنا جينا على بينا الدعوة على الجل اللي مالاد نعرف اللي عيطنا للديركتور، جينا لو بلوتو بوسيبل. الحمد لله بور لو مومون رانا ناسيرو ابوبري 40 تيست بار جور سيرولوجي ار تي بي سي ار، ونحن الحمد لله نعمل هنا لارضاء المريض باي حال من الاحوال، ونتمنى ان شاء الله ان يرفع عنا هذا البلاء. المخبر يواصل عمله بدون قطع، والجيش الابيض ما زال مجندا ليبقى الوعي المواطن اساسي للخروج من هذه الازمه الصحيه. أعدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس التاجي كوفيد 19 للأنشطة السياحية قصد الحفاظ على صحة الزبائن
والمستخدمين العاملين على مستوى المؤسسات الفندقية وفي الفضاءات المخصصة للأنشطة السياحية، والذي من المنتظر أن ينطلق العمل به مع بدء فتح المؤسسات السياحية واستئناف نشاطها ابتداء من 15 أوت الجاري. ويهدف هذا البروتوكول الصحي إلى تحديد كيفيات استئناف الأنشطة وفقا للقواعد الصحية الوقائية، تحديد كيفيات تعزيز تدابير الوقاية والتعقيم للحد من خطر انتقال الفيروس في جميع المرافق، تطوير وتعميم المعلومات من أجل زيادة الوعي قدر الإمكان للعاملين في قطاع السياحة وكذلك الزبائن، علما أن تطبيق هذا البروتوكول الصحي إلزامي على كل الأنشطة السياحية وفي جميع المؤسسات السياحية، وأن فعالية هذا البروتوكول الصحي تتطلب مشاركة الجميع من خلال الفهم والالتزام واليقظة المتزايدة. وبدورهم أصحاب المحال التجارية والمرافق السياحية بولاية تيبازا يستعدون للعودة إلى النشاط والعمل وفق التدابير الصحية والوقائية المقررة للحد من خطر انتقال الفيروس من العجان. هنا في شاطئ شينوا بتيبازا يواصل صاحب هذا المطعم المطل على واجهة البحر تحضيراته لاستقبال المصطافين بعد 3 أشهر من الغلق. احنا ان شاء الله نطلبوا حاجه برك قبل ما نحلوا، ان شاء الله الناس يكونوا واعيين، ياخذوا احتياط تاعهم، احنا ناخذوا احتياط تاعنا. اعاده فتح الشواطئ واماكن التسليه والمركبات السياحيه يصاحبه وجوب التقيد ببروتوكول الصحي الذي يضمن سلامه وصحه المواطنين من فيروس كورونا. احنا واش نطلبوا؟ نطلبوا من الناس هذوما يديروا كاع الاجراءات الوقائيه تاعهم، يحكموا لي بريفونسيون تاعهم. سي جوست باش ما يعاودوش يغلقوا علينا هذه دو ان دو دو. الدوله اتخذت الاجراءات اللي استلزمت باسكو المرض دار حاله، ما قدرناش نستمتعوا بالصيف، ما قدرنا نستمتعوا بحتى حاجه. ان شاء الله جميع المواطنين ياخذوا الوقايه تاعهم، يديروا القناع الواقي ويديروا معقم اليدين ومسافه الامن ما بيناتهم، هكا باش كامل نستمتعوا بالصيف واش قعد لنا وتكون دخل مدرسي، يكون دخل تاع العمل. عندنا 47 شاطئ مهيئ، توظيف الشواطئ، وضع الحوايات للنفايات سورتو با لوضع الكمامات التي يستعملها المصطفين، وكذا تهيئه الممرات المواجهه للشواطئ. خطة أمنية مسطرة ستضمن السير الحسن لموسم الاصطياف هذه السنة، لكن الوضع يبقى مرهونا بمدى وعي المواطنين. وحرصا على التقيد والتطبيق الصارم للتدابير الوقائية على مستوى الفضاءات التجارية والمحلات، تكثف فرق المراقبة المشتركة من خرجاتها الميدانية لفرض إجراءات ردعية ضد مخالفي شروط السلامة. العينة اليوم من المقاطعة الإدارية بسيدي عبدالله بالعاصمة مع محمود جبيلي. عودة لممارسة النشاط التجاري قبل التاريخ المحدد لذلك كلف أصحابها الغلق الفوري للمحال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. نشاط المقهى لم يتقرر فتحها حينا إلا بعد 15 أوت، المعني استبق الأحداث فقام بفتح محله، لهذا السبب سوف يغلق المحل في الحين، يعني مع إعداد محضر بذلك. تسمع في وسائل الإعلام أنه النشاط على المقهى أراه مرخص له للفتح تفتح، يعني الإشاعات هذه ولا كلام هذا تاع الشارع برا هكذا لا صحة له. خلال مرافقتنا للجنة المراقبة لمسنا وعيا كبيرا لدى بعض التجار. رانا منظمين على حساب الإجراءات اللي طبعا من القوانين، لأن جال على المدخل المنشافات الحمد لله. بعض التجار سجلنا عليهم مدى مع احترامهم لهذه الإجراءات المقررة، التجار المخالفين سواء كان النشاطات التجارية غير المقررة للفتح وإلا عدم احترام الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ في حقهم قرار غلق لمدة 15 يوما كعقوبة إدارية لعدم احترامهم لهذه الإجراءات. خرجات ميدانية دورية من شأنها أن تكرس احترام مختلف التدابير الوقائية. أشرف اليوم وزير التجارة كمال رزيق بالمركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة على إطلاق تطبيق الدفع الإلكتروني للحسابات الاجتماعية
الذي يهدف إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية والتقليل من عناء التنقل إلى مقر الفروع المحلية للمراكز للقيام بعملية دفع المستحقات على مستوى البنوك. يأتي هذا التطبيق في إطار المساعي الهادفة إلى رقمنة قطاع التجارة، وبالخصوص المركز الوطني للسجل التجاري. هذا التطبيق الجديد الذي إطارات وموظفي السجل التجاري قاموا به، وشيء مهم جدا يدخل في إطار عصرنة السجل التجاري، وسيسمح للمؤسسات بالقيام بهذه العملية بدون تنقل، هذا شيء، وبتكلفة أقل، لأن هذه العملية يتم الدفع فيها عن طريق ما يسمى بالدفع الإلكتروني. من يقوم بعملية الإيداع عن طريق الخط ويدفع عن طريق الدفع الإلكتروني سيدفع أقل من يقوم بعملية تقديم هذه الحسابات بالطريقة الكلاسيكية التقليدية. أكيد في سنة 2020 سنترك طريقتين تمشي مع بعض، لكن إن شاء الله في 2021 سيكون تصريح إجباري عن طريق الخط. إلى ولاية وهران، فرغم كل جهود شركة سيور للمياه لضمان تزويد سكان المدينة بالتغطية الشاملة من هذه المادة الحيوية، إلا أن بعض الأحياء تعاني من نقص في التزود بالمياه الصالحة للشرب. عمر ينهاري تحقق في الموضوع. تعتمد ولاية وهران من ناحية التزود بالمياه الصالحة للشرب على المياه المحلاة بنسبة 80% بفضل كل من محطة كهرماء شط الهلال والمقطع. احنا من 2008 كنا نعاني من مشكل المياه، ما كانش يطلع لنا سيتو الطوابق العلوية، اصحاب الكاتريام واصحاب السانكيام، ودروك الحمد لله دوك الماء راه عندنا 24 ساعة على 24 ساعة. لا دروك صافا شوية، راه مليح شوية، مليح بصح بريسو ماشي بزاف، بريسو ناقصة شوية، ناقصة شوية بصح الحمد لله خير من بكري. هاد خطرة جانا الماء الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي والحمد لله. يوميا هادو خدموا مني خدمة الماء راه كاين، صباع واحد يا وليد. من رمضان عندنا مشكل تاع ماء هنايا في السيد، كان دو جور بنهار، تروا جور بنهار. المنشأة الذكية لتسيير وتوزيع المياه بدورها تساهم في تتبع التوزيع والأعطاب، خاصة في الأقطاب السكنية الجديدة بغرب وهران. لأن هذه الأقطاب حنا كسيور النهار اللي مدوا لهم مثلا لي لوجمون دون لو كادر دو لا دي ال ولا لو بي جي ولا كذلك، حنا ربطناهم بطريقه كما نقول لك بروفيزوار. حنا مؤسسه قبل شويه ذات خدمه عموميه، وثانيا حنا نو سوم اون اس بي ا شركه يعني اقتصاديه، سي با دون نوتر انتيري نقطعوا الماء على الناس. حنا الانقطاع وين تيحصل؟ مي يكون عطب على الشبكه في هذا الحين، نحن مضطرين باش نقطعوا الماء باش بور ريباري، هذه من ناحيه. من الناحيه الثانيه نقطعوا الماء عندما يكون برنامج توزيع. وبلغه الارقام، معدل الانتاج اليومي للمياه الشروب مقدر حاليا ب 500 الف متر مكعب، ومشاريع في الافق للقضاء على هذه الانقطاعات. في جديد فيروس كورونا في العالم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح يوفر مناعة مستدامة ضد فيروس كورونا المستجد، وأنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الصناعي شهر سبتمبر المقبل، حيث أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقا أكثر من مليار جرعة من اللقاح، لتكون بذلك روسيا أول دولة تحقق هذا الإنجاز العلمي المنتظر. فيما تعاملت منظمة الصحة العالمية بحذر مع الإعلان الروسي، وأوضحت أن تأكيد نجاعة اللقاح من عدمه تمر عبر إجراءات جد صارمة. ومن جهتها أعلنت إيطاليا الشروع في إجراء تجارب سريرية للقاح جديد ضد الفيروس في الأيام القادمة. بقي الآن أن نذكر بالعناوين. وزير العدل حافظ الأختام يؤكد أن الحركة الأخيرة في سلك القضاء تستجيب لاحتياجات تحسين أداء مرفق العدالة والطرق الحديثة لتسييره، لدى إشرافه على مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر. تكوين عسكري وعلمي نوعي واحترافية عالية تجلت خلال مراسم تخرج الدفعات الجديدة من المدرسة العليا للدرك الوطني والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. تسليم
تسليم 282 شاحنة متعددة المهام من علامة مرسيدس بنز من قبل الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل برويبة لفائدة المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة. وكما تابعنا في النشرة مخبر التحاليل الطبية بالمؤسسة الاستشفائية ببشار يتدعم بطاقم طبي متخصص وعبر الوطن مبادرة تضامنية وحملات للتحسيس والتوعية. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، وللتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء.